خلونا ناخد معانا على التليفون صديقي العزيز النائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 يا سياده النائب. اهلا اهلا بصديقي عزيز. عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. يا رب دايما يا رب. انا عاجبني جدا اطلاق النسخه الخامسه من المنتدى بهذا الشكل او بهذا الشكل المطور واستغلال عوائد الرعايات في اطلاق مبادرات، لكن انا عايز اشوف وجهة نظرك ورؤيتك لهذا التطوير. احنا زي ما احنا يعني كل سنه بنشوف ان بيبقى في منتدى شباب للعالم بيضم جميع الشباب من مختلف انحاء العالم، سواء كمان دول افريقيه ودول اوروبيه. عملنا يعني الحمد لله حضرت كل النسخ اللي فاتت وشفت مجهود كبير جدا الدوله المصريه بتقوم بيه من خلال شبابنا اللي موجودين داخل منتدى شباب العالم. يعني النسخة السنة دي مختلفة تماما، ان لما يتوجه زي ما حضرتك قلت في البداية ان فلوس الشركات الراعية، ودي برضو خليني اسرس عليها قوي ان عشان كان الناس من السادة المواطنين كان بيقول ايه لازمة الاربع نسخ اللي فاتوا، او الفلوس دي هل من ميزانية الدولة المصرية ولا لا. على مدار النسخ اللي فاتت دي برضو بأكد عليها يوسف ان كانت الشركات الراعية اللي دايما بتبقى عندها اداره اسمها اداره المسؤوليه المجتمعيه او التسويق عندهم بيبتدوا يقولوا لمنتدى شباب العالم احنا هنرعى المنتدى. فكرته ان لما يبقى في افكار محترمه من ملف زي ملف رياده الاعمال، شفنا على مدار النسخه اللي فاتت والنسخه كمان اللي قبلها ازاي دول قدرت تعمل تنميه حقيقيه من خلال اهتمامها بالمشروعات الصغيره والشركات الناشئه. فلما السنة دي يتوجه الدعم ده كله مش من خلال ان يبقى في مؤتمر فقط، لا ده يبقى في تنفيذ على ارض الواقع من خلال تدريبات هتتم في الملف ده، من خلال تمويل مبدئي هيتم في ملف الشركات الناشئة، وزي ما حضرتك كمان شفت ان عملوا شراكات مع اكتر من جهة سواء مؤسسات مجتمع مدني او مؤسسات دولية عشان خاطر يعملوا فعلا تنمية حقيقية لملف الشركات الناشئة. وانا عايز اقول حاجه كمان يعني برضو معلش انا هوصل ده كمان ان الفكر ده رايح لجلسات الحوار الوطني اللي هتبدا خلال الفتره القادمه، ان احنا هنناقش مشاكل رواد الاعمال. فمن ضمن المشاكل كان بيقول لك والله انا محتاج تمويل عشان خاطر اقدر استمر في المشروع بتاعي، فلما يبقى المنتدى بيتيح ده للشباب ده شيء طيب جدا. وفي حاجه ثانيه كمان مبادره محترمه اطلقوها عشان خاطر يعني عن موضوع التحديات اللي بتقابل الامن الغذائي، فلما برضو يهتموا بتطوير قدرات المزارعين ويشوفوا الصناعات الغذائية في مصر وكمان في دول أفريقية ده شيء محترم جدا. ولما كمان ألاقي المؤتمر رايح لحتة الصحة النفسية ده برضو الناس كتير ممكن تتساءل يعني إيه الصحة النفسية، إيه المشاكل اللي بتواجه، هل فعلا في داخل المدارس وداخل الجامعات في شباب بتواجه مشاكل نفسية؟ آه طبعا في شباب بتواجه مشاكل كبيرة جدا. فلما الدولة يعني تولي في اهتماماتها في 2023 الملف ده فده شيء محترم جدا. وعايز اوضح برضو حاجه محترمه لما قريت وشفت النهارده واحنا حاضرين في اطلاق النسخه الخامسه كنسخه تنفيذيه، فكره ان يبقى في منصه بتجمع كل شباب العالم عشان يبثوا فيهم فكره روح التطوع ده برضو شيء محترم جدا. طب ده برضو المواطن لما بيسمعنا دلوقتي هيشوف يعني قياس الاثر بتاعه على ارض الواقع ازاي؟ بستاذن الناس طبعوا صفحه منتدى شباب العالم، شوفوا الناس دي بتحقق ايه، شوفوا الانجازات اللي حصلت الفتره اللي فاتت من خلال المؤتمرات اللي تمت. الجاي اكتر من ده المؤتمر اللي هيتم السنه دي مش مؤتمر من اجل ان احنا نجمع الشباب، لا ده احنا هنشوف الشباب في دول افريقيه نجحوا ازاي في الملفات دي ويبتدوا الدوله المصريه تدعم سواء في افريقيا او كمان في المجتمع المصري. فطبعا يعني ده شيء محترم جدا ان يتم التوجه عشان في ظروف اقتصاديه دي مش ظروفنا احنا كمصر، ده العالم كله بيواجه ده، فكانت لازم رساله للعالم ان الدوله المصريه برضو ما زالت واقفه في ظهر الساده المواطنين سواء بقى بالمشروعات الصغيره او بالكلام اللي وضحته لحضرتك ده كله. طيب احمد، لان انا عارف انه انت من الناس اللي مهتمه جدا وبمنتهى العمق بمساله التدريب وبمساله التطوع. في ناس كتير لسه قاعدة بتفكر في مسألة التطوع ده وأهميته وهيضيف ولا مش هيضيف، مسألة التدريب والمزيد من التدريب لدعم ما نطلق عليه سي في أو السير الذاتية، لسه في ناس مش قادرة تستوعب ده، خصوصا أنه اللي بيقوم على تنظيم المنتدى كل سنة هو جيل من المتطوعين. إيه أهمية الحاجات دي ببساطتك المعهودة قولها لنا؟
بص انا اقول لك حاجه، انا يعني لمستها في خلال الفتره اللي فاتت في التحضير لجلسات الحوار الوطني. في جيش من الشباب محترم جدا في الاكاديميه الوطنيه للتدريب، شفت ان هو ازاي فعلا حصل لهم عمليه تدريب وتاهيل بمعنى الكلمه، عشان لما نبتدي نتناقش وخلاص الكلام ده طالع للنور خلال الفتره الجايه، يعني اقل من اسبوعين بالظبط ان شاء الله يتم اطلاق الجلسات الاولى للحوار الوطني. بإذن الله. طب عشان المشاهد يسعى يقول لك طب انا سامعه من شهر 4 اللي فات، ايه اللي كان بيحصل؟ كان في عمليات تطوعيه محترمه جدا الشباب قاموا بيها على مستوى محافظات مصر من خلال مؤسسات مجتمع مدني، من خلال الاحزاب، من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. فكل الحاجات دي كلها ده شباب بيتطوع عشان يروح يسمع المواطن يقول له ايه المشاكل اللي حضرتك بتواجهها. فممكن حتى دلوقتي وانا بتكلم معاك حد من الساده المواطنين يقول الله، يعني هو انتوا مش عارفين مشاكلنا؟ مش عارفين ان مشاكل فيه في حاجه في الصحه، مشاكل في التعليم؟ طبعا في مشاكل في الملفات دي، بس احنا بحاجه اسمها بنولي اولويات الاهتمامات الدوله المصريه. الصحه احنا سمعنا افكار اكتر من رائعه من الساده المواطنين وهيتم تطبيقها على ارض الواقع. طب هل ده ما كانش بيحصل تطوير الفتره اللي فاتت؟ كان بيحصل، بس لما الرئيس يقول انا عايز اسمع للساده المواطنين دي حاجه محترمه جدا. طبعا. واللي اكتر من ده لما لقينا فعلا افكار ولقينا فعلا اقتراحات في ملف الشباب وبالاخص انشطه طلابيه واتحادات طلبه. انا عايز اقول لك يا يوسف ان احنا عملنا مبادره محترمه جدا على التيك توك، ولما نزلنا الناس كانت تقول لك انت هتروح تخاطب الحوار الوطني وتقول يلا يا شباب تعالوا تتطوعوا بافكاركم ومقترحاتكم على منصه كل الاغلبيه فيها ما لهاش اي علاقه بالكلام اللي بيحصل بالجد يعني او لتنميه مجتمعيه. الحمد لله الاستيعاب بتاع الشباب لما دخلوا معانا على منصات التواصل الاجتماعي وبالاخص منصه تيك توك، احنا جالنا كميه افكار محترمه ومقترحات في الرسائل. عايز اقول لك يا يوسف ان هيحصل تغيير حقيقي ان شاء الله خلال الفتره الجايه، وده من افكار الشباب. ما هو ده كان موجود انشطه طلابيه، بس لما سمعنا للشباب اكتر قالوا لنا على كميه مشاكل يا يوسف ان شاء الله هنوجد لها حلول داخل الحوار الوطني. ولما الرئيس يطلع بتوصيات تخدم الملف في الانشطه الطلابيه واتحادات الطلبه، هو ده معنى حقيقي للتطوع. لو انت عايز تخلق كادر سياسي او كادر مجتمعي عمرك ما هتقدر تخلقه الا من داخل المدارس وسواء الخاصه او الحكوميه، وايضا الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه. 100%. فكره التطوع دي يعني شيء محترم جدا. الناس يعني عايز اقول لك الاف من الشباب عايزه تتطوع بس ما تعرفش اقدر اتطوع فين. صحيح. اخيرا حصل حاجه محترمه الفتره اللي فاتت اسمها التحالف الوطني للعمل التنموي. التحالف ده احنا زمان يوسف كنا بننادي يا جماعه عايزين مؤسسات مجتمع مدني نعرف لو هم بيشتغلوا في ملف الحمايه الاجتماعيه اساميهم ايه؟ طب هل الاسامي دي لما بيروحوا يشتغلوا في المحافظات المختلفه هل في تنسيق ما بينهم وبين بعض لما انا انزل اوزع كراتين أو أو, او 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 عشان خاطر اقدر احقق حياه كريمه للساده المواطنين؟ مين الجمعيه اللي كانت بتوزع؟ ممكن جمعيتين ثلاثه بتوزع في نفس المنطقه ويبقى في ناس مستحقين في منطقه ثانيه. العمليه التطوعيه اللي حصلت من خلال مؤسسات المجتمع المدني اكثر من 24 جمعيه محترمه اشتغلوا مع بعض وابتدوا ينسقوا مع بعض، فده عمل برضو عمليه وروح من ان طبعا. الشباب بتقول لك الله انا ابتديت اعرف اروح اتطوع فين. بس هل ده يكفي؟ لا طبعا، احنا لينا دور مهم سواء كحوار وطني او كسواء في التنسيقيه او كمجتمع مدني ككل، ان احنا نجذب اكبر عدد ممكن من الشباب لعمليه روح التطوع اللي ان شاء الله هتطلع للنور اكتر من كده بكتير خلال الفتره الجايه. باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر لسياده النائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيات شباب الاحزاب والسياسيين.